كابتن محمد اجري حضرتك يمكن عدد كبير جدا في الغطس اكيد حقيقة. احنا بنتكلم عن 3 مراحل مراعي وناشئين وعمومي ده بالاضافه للاكاديميات اكيد في يعني حمل كبير اداري كلمني عن اللاعبين وازاي بتسجلهم وازاي بتوفر لهم او بتحل المشاكل الاداريه سواء تفرغات من المدارس الامور دي كلها مهمه جدا كلمني عن طبيعه عملك في البدايه في مراحل اللي هي الاكاديميات بناخد منها اللعيبه اللي هي التجهيزي طبعا بيبقى يتعمل لهم اختبار ستار ولما بينجحوا بيبتدي يتصعد للمرحله اللي هي البراعم بقى مبتدئ ناشئين عمومي نسجله في الاتحاد و طب كلمنا عن تسجيل الاتحاد تيجي تطلب الورق من اولياء الامور طبعا ايه اللي بيحصل؟ لا التعاون موجود اولياء الامور بصراحه والاداره كلها يعني اي حد بنطلب منه الاوراق بتبقى جاهزه باستمرار ودايما بنسجل على طول يعني من النادي الاهلي على طول من اوائل الناس اللي بتسجل في الاتحاد واجراءاتها دايما ماشيه مظبوط وبسرعه عن اي زي الساعه ويعني طب التسجيل بيبقى فترته قد ايه يا كابتن؟ يعني بتسجله مثلا يعني الكوره مثلا مثلا في فتره انتقالات في يناير في الصيف يعني احنا عندنا التسجيل الاتحاد بيفتح باب التسجيل او باب القيد امتى وبيقفله امتى؟ احنا بنبتدي نجهز هو باب القيد من 1/7 بدايه الموسم بس احنا مثلا من شهر 4 بتجهزه بنجهزه. طب بيتقفل باب القيد امتى؟ يعني مع بدايه الموسم يعني هو بيدينا فتره نسجل شهرين فيها مثلا ممكن ويقول على 9 10 بيبتدي يتقفل القيد. طب بعد ما القيد يتقفل ممكن اسجل بغرامه ولا لا؟ خلاص لا في رسوم هو الموضوع مختلف شويه عن كره القدم يعني مش مقفول يعني سجلت قفلت النهارده لا ممكن تسجل اسجله بعد قفل باب القيد بس بدفع رسوم بزياده شويه. طب ما دي حاجه كويسه. طب هل في يعني بيبقى الانتقال من نادي نادي سهل ولا لازم استغنى؟ يعني مثلا انت عايز مثلا لعيب يجي لك من نادي اخر او لعيب من عندنا عايز يروح نادي ثاني حقه، هل بيحتاج استغنى من النادي ولا لا مجرد ان هو بياخد بعضه وبيمشي خلاص؟ لا هو النادي الاهلي بيطلب استغنى لو حسب لائحه النادي الثاني. النادي الثاني مش لائحه الاتحاد. اما لعيبه النادي الاهلي ما بتحبش تروح في انديه ثانيه. انا عارف طبعا كله عايز يجي لنا بس انا بقول ليه اللعيبه اللي بتجي لنا عشان اللي يعني مش كل اللي كل الانديه كل لعيبه الانديه الثانيه لازم اكون يعني يعني زي ما تقول الكلمه يعني باحساس. طيب يعني في العادي يعني ما فيش انتقالات ولكن ما فيش عقود في الاتحاد ولكن انت النادي الاهلي بيحترم لوائح الانديه الاخرى. لو في لائحه محتاجه استغنى بنروح للنادي نخبط من بابه ونقول له يا جماعه احنا عايزين اللاعب ده بس احنا ما جبناش لعيبه كتير الفتره اللي فاتت. لا ما جبناش لعيبه كتير هو معظم اللعيبه اللي موجوده من ابناء النادي الاهلي ودايما في يعني تطور مستمر وتساعد كل اللعيبه في اي اجراء اداري لا اي لاعب محتاج اي حاجه بنحب نخلصها له بسرعه اسرع وقت. لاعب مثلا عايز يعمل اشعه على راح للدكتور حس ان في الم في حته معينه جلسات علاج طبيعي عايز جواب للجامعه او للمدرسه نحاول نخلص له كل الاجراءات دي ونساعده. حمل معاك في الجهاز الاداري كم اداري يا كابتن؟ لا هو الجهاز الاداري معايا المدير بتاعي الكابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس طبعا هو السبورت دايما طبعا حاجه يعني راجل جميل جدا اداري تقريبا. لا هو الغطس اداري بس حافظين كل اللعيبه الله اكبر عليك الكمبيوتر يا كابتن صح؟ الحمد لله ربنا يديك الصحه ربنا يخليك كابتن احمد اجي لك بقى تحت 18 سنه عينك بايظه من الكلور يا باشا وبالنط. طيب قول لي لعبت ايه السنه دي يا ابو حميد حققت ايه؟ يعني انت تحت 18 الله اكبر فالمفروض تكون بتنط 10 خلاص قول لي حققت ايه؟ طلعت التالت على 10 متر ما شاء الله وتالت على المتر وطلعت تاني في السينكرو مع عمر ما شاء الله وطلعت لعبت عمومي في نيو جيزه. طب عملت ايه في العمومي؟ طلعت تاني على المتر تاني عمومي ما شاء الله وطلعت تاني مع عمر برضه على التلاته. ده انت واضح انت وعمر عاملين دويتو ما شاء الله كبير. واول سينكرو مع معاذ سلام على 10 ما شاء الله الله اكبر. يعني انت يعني الله اكبر يعني ساهمت بنقاط كتيره جدا مع في مع الـ مع الـ القطاع ككل في الكاس. طيب قول لي يعني ايه انت خلاص 18 سنه انت فاضل لك سنه او اتنين وتطلع عمومي خلاص ان شاء الله بتحلم بايه؟ عايز ايه؟ قربت لحلمك ولا لسه؟ يعني نخش جوه شويه يعني امنياتك. يعني انا نفسي اطلع جامعه بره امريكا مثلا او حاجه. سنه كام انت طيب؟ انا داخل ثانيه ثانوي. طيب خلاص يعني الدنيا قربت يعني. بدات تراسل جامعات ولا لسه؟ لا لسه. طب لعبت بطولات دوليه؟ لعبت بطوله عالم ناشئين في اوكرانيا. امتى؟ 2021 تاني حاجه 2021. طب في بطوله عالم ليك قريبه او حاجه؟ في السنه الجايه شهر 12 ممكن تأهل ليها ازاي؟ بطوله الجمهوريه بقى
يعني انت ان شاء الله شوف كنت عمر هناك باذن الله، ومن هناك بقى جالك سكولر شيب يا عم، ربنا يسهل لك يا سيدي ان شاء الله، ربنا يحقق لك اللي انت عايزه ان شاء الله. طب قول لي اصعب بطوله لعبتها السنه دي. السنه دي ما كانش غير بطوله الجمهوريه، كانت صعبه بالذات يعني. العمومي يمكن صح؟ كان في منافسه لان كل اللي حقق بيطلع، كانت صعبه يعني. فكونك تاخد ميداليه فيها كان الموضوع صعب جدا. طيب وبتتمرن كام ساعه في اليوم؟ يعني على حسب التمرين بيختلف الساعات، بس يعني ممكن مثلا اتمرن اوقات 3 ساعات اوقات ساعتين على حسب اللي الكابتن حطه لنا في التمرين نيجي نعمله وبنمشي. ما شاء الله ربنا يوفقك يا ابو حميد باذن الله. اجي لك برضو يا احمد، بس انت ما بتلعبش بقى 18، بتلعب 15 انت اصغر منهم شويه. قول لي يعني لعبت ايه السنه دي، عملت ايه يعني لو تفتكر؟ انا لعبت بطوله الجمهوريه ما حققتش بس في المتر والثلاثه، ربنا ما كرمنيش فيهم، بس انا حققت على 10 متر جبت اول. وبعد كده لعبت عمومي، لعبت بطوله كويسه. طلعت عمومي لعبت وانت صغير 15 سنه؟ برافو عليك. ما خفتش؟ ما قلقتش يعني؟ اصل انت بتلعب مع ناس عندها 20 و18. ايوه بس انا ما كنتش قلقان، ما كانش عليا ضغط كبير عشان انا ما كنتش داخل برضو احقق حاجه. يعني انا لعبت بطوله كويسه، بس هو كان هما بيختاروا 2 من كل نادي اللي بيطلعوهم. فانا يعني انا عملت بطوله كويسه بس ما طلعتش يعني في النتيجه. مطلوب منك تاخد ميداليه طبعا، انت 15 سنه ما شاء الله عليك تلعب في العمومي في السن ده، خبره كبيره جدا جدا. طيب ولعبت ايه تاني فاكر؟ لعبت كاس مصر بس ما عملتش فيها كويس، كان عندي اصابه. كان عندك ايه يا حبيبي؟ كان عندي اصابه في وتر اكيلس. يا خبر ابيض. طب بس هو يعني الاصابه دي صعبه جدا، لان الاكيلس ده هو كل شغلك انت. حتى قعدت مريح كتير فعشان كده ما عرفتش حاجه. طب انت كويس دلوقتي؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. طب قول لي ليه الغطس؟ ليه اخترت الغطس؟ انا شايف انها لعبه مختلفه غير اي لعبه، لعبه مميزه. ايه بقى المميزه فيها؟ ان هم اجسامهم كويسه وستايلهم كويس. صحيح. يعني هو غير كره القدم لعبه تقليديه، لا هي الغطس لعبه. بس انت جسمك يلعب العاب كتيره، خلي بالك يعني ما شاء الله يعني ممكن تلعب كوره، جسمك يلعبك يد كمان. بس انت اخترت الغطس. طب كان ليك اخوات اكبر منك بيلعبوا غطس؟ لا ليا اخ صغير. هو بقى بيلعب عشانك، انما انت ما كانش في حد اكبر منك بيلعب غطس. كنت بتلعب سباحه ولا جمباز قبل كده او حاجه؟ لا كنت بلعب سباحه، اصلا لازم اي حد قبل ما يلعب غطس يلعب سباحه عشان يتعلم العوم. انت بتتكلم كويس قوي على فكره. شكرا. ما شاء الله عليك. شكرا. يعني مش بس بتلعب كويس، لا ما شاء الله كمان وبتتكلم كويس يعني ومركز. طب قول لي يا ابو حميد يعني نفسك في ايه؟ عايز توصل ليه؟ يعني اكيد اللي بيلعب حاجه ليه هدف. نفسي العب بطوله عالم اولمبياد. طب اول بطوله عالم ليك تحت كام يا ابو حميد؟ يعني ايه؟ يعني انت هتلعب يعني اول بطوله عالم ممكن تشارك فيها بعد سنه بطولة. بعد سنتين امتى؟ يعني تحت كام اول بطوله عالم؟ ممكن تحت 18. يعني لسه وانا قد احمد وعمر كده. يعني ما توصل زيهم. ما فيش قبل كده، ما فيش تحت 15 مثلا، ما فيش تحت 16 بطوله عالم، ما فيش. هي اول حاجه تحت 18 زيهم. ايوه. وحاسس انت ممكن تعمل هناك حاجه كويسه؟ ممكن. من وجهه نظرك يا ابو حميد بقى، طالما انت بتتكلم كويس ماشي؟ وانا عارف ان عمر يعني صديقي هيبقى يعني فاتح معايا جامد في الحوار. اهم حاجه في لعيب الغطس ايه؟ من وجهه نظرك انت يعني؟ جسمه. مش اي حد ينفع يلعب غطس، لازم يبقى جسمه. وانت ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه باذن الله. ان شاء الله. طب عمر اجي لك يعني، اتقابلنا من سنه تقريبا صح، كنت معايا وكان ليك برضو امال وطموحات وكنت راجع من بطوله عالم على ما اتذكر. دلوقتي ان شاء الله انت بتستعد للبطوله الثانيه، انت عايز تلعب في بطوله عالم. قول لي عملت ايه السنه دي وازاي تتاهل لبطوله عالم. السنه دي في بطوله الجمهوريه طلعت، يعني ربنا ما وفقنيش، طلعت الثاني على 10 متر. يعني ربنا ما وفقنيش طلعت التاني، ما شاء الله برضو التاني كويس جدا يعني، بس انت نفسك في الاول. تمام. وطلعت الرابع على المتر، وطلعت ما شاء الله. طلعت الاول على 3 متر ما شاء الله. واتأهلت لعبت عمومي، طلعت التاني على 10 متر وطلعت التالت على 3 متر. نعم. طيب.